يدفن الميت لدينا في صندوق ثم يوضع في الحفرة، هل يجب ملء الصندوق بالتراب أم يكتفى بالحفرة؟ الذي جرى عليه العمل هنا أن الناس يعني يملؤون أيديهم بشيء من الحصى والتراب يضعوه داخل الصندوق نفسه حتى يجمعون بين الدفن في الصندوق وبين أن يكون هذا على الأرض أو على التراب. والدفن في الصندوق لغير مسوغ مكروه، وينبغي أن يدفن في الأرض. نعم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. أحيانا توجد بعض الاعتبارات التي تقتضي هذا، الأرض لزجة، الأرض فيها مية ممكن يعني تصل إلى الجثة فتتحلل معها، قد توجد بعض الاعتبارات التي تجعل في هذا موضع الرخصة. الدفن في يعني في التابوت في الجملة مكروه، وينبغي عند القدرة على هذا بغير مفسدة معارضة أن يدفن الميت إلى الأرض مباشرة. فإن لم يتيسر فإذا وضع شيء من التراب في الصندوق فذلك حسن، نقول قد اقتربنا من المشروع ما أمكننا، والتكليف مناطه القدرة، فاتقوا الله ما استطعتم.